تقول الأفلاك اللي مواليد العقرب بشهر أيلول سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي؟ يا عزيزي، عاطفياً فينوس موجود هالشهر ببرج الأسد، بس يعني عم بيعاكسك وبيسبب بعض الإرباكات بحياتك الزوجية والشخصية، أو بيعقد لك علاقة كنت أنت شايف فيها الملاذ والراحة. تثار نقاشات حادة بحياتك الزوجية كمان، وبعلاقتك مع الأهل، أهل الشريك، أو بين الشريك ووالديك، أو بمجتمعك الخاص. في شيء بيصير عندك مربك. إذا كنت عازب بتم لقاء جيد، بيواجه بعدين بعض العقبات، أو يلي اتفقت معه على تكملة المشوار، مشوار الحياة معا، بيتراجع شوي لسبب من الأسباب، أو بيتصرف بطريقة غريبة وبتلاقي أنت صعوبة بفهم ما يجري. على كل حال، أنت بحاجة إلى مراجعة ذاتك وإلى شوي من الهدوء حتى تدرس مشاريعك أو مشاعرك وعواطفك واستعداداتك الحقيقية للالتزام بأحد الأشخاص ولاتخاذ قرار بهالخصوص. لا شك أنه في حيرة كبيرة وفي ضياع في بعض الأحيان، وربما في اختلاف بوجهات النظر بينك وبين هالشخص، أو بين هالشخص وبعض المقربين منك. تشعر أنه النفور ممكن يكون موجود وما بتعرف أسبابه. انتبه كمان من بعض المشاكل العائلية المحتملة ومن وسواس بيعاني منه أحد المقربين، ويلي بيحتاج إلى تطمينك ووقوفك إلى جانبه لمعالجة هالأمور بطريقة حكيمة. كمان يمكن تلاقي حالك بمواجهة أحد الأبناء أو إحدى البنات أو أحد الأشقاء، وتشعر أنه مطلوب منك ما تعجز عنه، أو لازم أنت تعالج أمر يمكن ما بيخصك مباشرة بس بيأثر عليك بطريقة غير مباشرة، وتركه بدون أي معالجة في يولد بعض المشاكل المضاعفة. بتلاقي حالك قدام هذا الاستحقاق أو هذه المسؤولية وأمر بيزعجك شوي.